تجرع الغلام عمير بن سعد الأنصاري كأس اليتم والفاقة منذ نعومة أظافره، فقد مضى أبوه إلى ربه دون أن يترك له ملا أو معيلا، ولكن أمه ما لبثت أن تزوجت من ثري من أثرياء الأوس يدعى الجلاس بن سويد، أكفل ابنها عمير وضمه إليه. وقد لقى عمير من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم، فأحب عمير الجلاس حب الابن لأبيه، كما أولع الجلاس بعمير ولع الوالد بولده. وكان كلما نما عمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه إعجابا لما كان يرى فيه من أمرات الفطنة والنجابة التي تبدو في كل عمل من أعماله، وشمائل الأمانة والصدق التي تظهر في كل تصرف من تصرفاته. وقد أسلم الفتى عمير بن سعد وهو صغير ولم يجاوز العاشرة من عمره، فكان على حداثة سنه لا يتأخر عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه تغمرها الفرحة كلما رأته ذاهبا إلى المسجد أو آيبا منه. وصارت حياة الغلام عمير بن سعد على هذا النحو هانئة وادعة لا يعكر صفوها معكر، حتى شاء الله أن يعرض الغلام اليافع لتجربة من أشد التجارب عنفا وأقساها قسوة، وأن يمتحنه امتحانا ولما مر بمثله فتى في سنه. ففي السنة التاسعة للهجرة أعلن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عزمه على غزو الروم في تبوك، وأمر المسلمين بأن يستعدوا ويتجهزوا لذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة لم يصرح بها، وأوهم أنه يريد جهة غير الجهة التي يقصد إليها إلا في غزوة تبوك، فإنه بينها للناس ليكون الناس على بينة من أمرهم ويعد له عدته. وعلى الرغم من أن الصيف كان قد دخل والحر قد اشتد والثمار قد أيعنت والظلال قد طابت والنفوس قد ركنت إلى التراخي والتكاسل، على الرغم من ذلك كله فقد لبى المسلمون دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأخذوا يتجهزون ويستعدون، غير أن طائفة من المنافقين أخذوا يثبطون العزائم ويوهنون الهمم ويغمزون الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويطلقون في مجالسهم الخاصة من الكلمات ما يدمغهم بالكفر دمغا. وفي يوم من هذه الأيام التي سبقت رحيل الجيش عاد الغلام عمير بن سعد إلى بيته بعد أداء الصلاة في المسجد، وقد امتلأت نفسه بطائفة مشرقة من صور بذل المسلمين وتضحيتهم رآها بعينه بأذنه، فقد رأى نساء المهاجرين والأنصار يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزعن حليهن ويلقينه بين يديه ليجهز بثمنه الجيش الغازي في سبيل الله، وأبصر بعين رأسه عثمان بن عفان يأتي 1000 دينار ذهبا ويقدم للنبي عليه الصلاة والسلام، وشهد عبد الرحمن بن عوف يحمل على عاتقه 200 أوقية من الذهب ويلقيها بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل إنه رأى رجلا يعرض فراشه للبيع ليشتري بثمانه سيفا يقاتل به في سبيل الله، فأخذ عمير يستعيد هذه الصور الفذة الرائعة ويعجب من تباطؤ الجلاس عن الاستعداد للرحيل مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه والتأخر عن البذل على الرغم من قدرته، وكأنما أراد عمير أن يستثير همة الجلاس ويبعث الحمية في نفسه، فأخذ يقص عليه أخبار ما سمع ورأى، وخاصة خبر أولئك النفر من المؤمنين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه في لوعة أن يضمهم إلى الجيش الغازي في سبيل الله، فردهم النبي لأنه لم يجد عند من الركائب ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يبلغهم أمنيتهم في الجهاد ويحقق لهم أشواقهم إلى الاستشهاد. لكن الجلاس ما كاد يسمع من عمير ما سمع
حتى انطلقت من فمه كلمة أطارت صواب الفتى المؤمن، إذ سمعه يقول: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. لقد شده عمير مما سمع، فما كان يظن أن رجلا له عقل الجلاس وسنه تخرج من فمه مثل هذه الكلمة التي تخرج صاحبها من الإيمان دفعة واحدة وتدخله في الكفر من أوسع أبوابه. انطلق عقل الفتى عمير بن سعد يفكر فيما يجب عليه أن يصنعه، وكان على الفتى أن يختار بين أمرين أحلاهما مر، وسرعان ما اختار. فالتفت إلى الجلاس وقال: والله يا جلاس، ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد بن عبد الله أحب إلي منك، فأنت أحب الناس وأقربهم إلي وأجلهم يدا علي، ولقد قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك، وإن أخفيتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني، وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت، فكن على بينة من أمرك. قضى الفتى عمير بن سعد إلى المسجد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما سمع من الجلاس بن سويد، فاستبقاه الرسول صلوات الله عليه عنده وأرسل أحد أصحابه ليدعو له الجلاس، وما هو إلا قليل حتى جاء الجلاس فحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد؟ وذكر له ما قاله، فقال الجلاس: كذب علي يا رسول الله وافترى، فما تفوهت بشيء من ذلك. وأخذ الصحابة ينقلون أبصارهم بين الجلاس وفتاه عمير بن سعد وجعلوا يتهامسون، وقال واحد من الذين في قلوبهم مرض: فتى عاق أبى إلا أن يسيء لمن أحسن إليه. وقال آخر: بل إنه غلام نشأ في طاعة الله، وإن قسمات وجهه لا تنطق بصدقه. والتفت الرسول صلوات الله عليه إلى عمير فرأى وجهه قد احتقن بالدم والدموع تتحدر مدرارا من عينيه فتتساقط على خديه وصدره، وهو يقول: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. فانبر الجلاس وقال: إنما ذكرته لك يا رسول الله هو الحق، وإن شئت تحالفنا بين يديك، وإني أحلف بالله إني ما قلت شيئا مما نقله لك عمير. فما إن انتهى من حلفه حتى غشيت رسول الله صلوات الله عليه السكينة، فعرف الصحابة أنه الوحي، فلزموا أماكنهم ولاذوا بالصمت، وهنا ظهر الخوف والوجل على الجلاس، وظل الجميع كذلك حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا قوله عز وجل في سورة التوبة: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله كي يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فارتعد الجلاس من هول ما سمع وكاد ينعقد لسانه من الجزع، ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب يا رسول الله، صدق عمير يا رسول الله وكنت من الكاذبين، اسأل الله أن يقبل توبتي. وهنا توجه الرسول صلوات الله إلى الفتى عمير بن سعد، فإذا دموع الفرح تبلل وجهه المشرق بنور الإيمان، فمد الرسول يده الشريفة إلى أذنه وأمسكها برفق وقال: وفت أذنك يا غلام وصدقك ربك. عاد الجليس إلى حظيرة الإسلام وحسن إسلامه، وقد عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغضقه على عمير، وقد كان يقول كلما ذكر عمير: جزاه الله عني خيرا، فقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النار. فليست هذه أوضأ صورة في حياة الغلام الصحابي عمير بن سعد، وإنما في حياته من الصور ما هو أزهى وأجمل. فإلى لقاء آخر مع عمير بن سعد في كبره. العبرة، العبرة الممكن ناخدها من قصة سيدنا عمير بن سعد هي إن الدين الإسلامي مش صلاة وصوم بس،
في حاجات تانية مش مشهورة بينا، وهي الولاء والبراء، من صميم إيمانك بالله وبالرسول ومن صميم قبول إسلامك، هو أنك أنت تحبي في الله وتكرهي في الله. والعبادة دي برغم يعني أن هي أساسية وتكاد تكون أهم من الصلاة والصوم، إلا أنها مش مشهورة ما بيننا. يعني إيه الحب في الله والبغض في الله؟ يعني الحب ده عبادة، ويجب علي أن أنا أعمله مع المسلم، ويجب علي أن أنا ما أعملوش مع الكافر. في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني دي موافق على البر لكن مش موافق على الحب، مش موافق على الود. إزاي؟ الود والحب ده عبادة والبر عبادة تانية. يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ الحب ده عملية قلبية، البر لا، فعل اعمال. مثلا في مرضك اجي اقف جنبك، احتاجت فلوس اديكي، فعل. انما الحب عملية قلبية هيتولد عنها اعمال وافعال، بس لا ارادية بقى. خلاص انا بحبك هتلاقيني جريت عليكي، انا بحبك يبقى لما هتطلبي حاجة بلا تفكير هعملها لك. انما البر لا، البر فيه تعمد، يعني انا واعية للي بعمله، انا قصدة لما جارتي تعبت اروح اسلم عليها واشوفها اذا كانت محتاجة حاجة، ده بر. ممكن ما احبهاش وبرها. عشان كده ربنا بيقولك لا ما تحبيش ده، حب ده. طيب ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا نحب المسلمين ونود المؤمنين. طب ونعمل ايه؟ ما نحبش الكفار، ما نحبش الناس اللي بتعادي دين ربنا، ما نحبش الناس اللي مش قريبة من ربنا، ما نحبهاش. ما تحبش الشخص اللي ترك للصلاة، لا ما تحبوش. اللي بيحارب الحجاب ويقول ان الحجاب ده مش فرض، لا ما تحبوش. حتى ولو كان زوج، حتى ولو كانت ام، تحبيش. اما نعمل ايه؟ ابر، يعني لما يحتاج حاجة اعملها له، بس كده بس كده. طب انا لو عملتش كده اعمل ايه يحصل؟ دي من علامات النفاق. المفروض انك انت دخلتي الاسلام فمعناه ان انت قبلتي بالله ربه وبالاسلام دينا، وطالما انت بتقولي بلسانك انا قبل ده وانا راضيه بده وانا مقتنعه بده، يبقى لازم ده ينعكس على افعالك. ازاي ينعكس؟ بانك انت تمتثلي لاوامر الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عمير ابن سعد جاي لنا برساله ان ديني احب الي من ابويا، احب الي من الرجل الرباني واغدق علي واكرمني، ديني احب الي. الرساله اللي جابها لنا بيقولك ما تفضليش حد عن ربنا مهما كان، مهما كان ليد عليك. ربنا وطاعة ربنا وحب ربنا هو الأولى، هو رقم واحد. يعني رتبي قلبك، حطي في دماغك ان اللي خلى الجلاس يعطف على سيدنا عمير من هو صغير ما كانش كده، لا ده هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قيد لسيدنا عمير الجلاس. يعني هو اصلا الجلاس ده نعمة من ربنا لسيدنا عمير، فما ينفعش ان انا انشغل بالنعمة واترك المنعم. فالصاحب النعمة وصاحب الفضل هو الله سبحانه وتعالى، وما فيش حد ليه يد عليك حقيقيا بشكل حقيقي غير ربنا سبحانه وتعالى. إنما الناس اللي حواليك اللي بيدوك دول كلهم هم نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. بس ده مش معناه بقى أن أنا لما حد يجيب لي هدية أقول له إيه، لا ده هدية من ربنا، ده مش أنت، لا هو كان سبب في وصول الخير ده ليكي، برضو يحترم وياخد إيه، وياخد حقه وياخد قدره، بس ما ياخدش أكتر من إيه، من قدره. فاحنا عايزين نهتم جدا بعبادة الولاء والبراء، لأن هي عبادة قلبية هينبني عليها إيمان وكفر، هينبني عليها جنة ونار. يعني بص المنافقون بيقولوا دي من صفاتهم أصلا في سورة الحشر: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يعني ده من صفات النفاق، انك انت توالي اهل الكتاب على المؤمنين، توديهم تحبيهم، لما يحصل تعارض تختاريهم، دي من علامات النفاق. بس كده، ربنا يصرف عن قلوبنا النفاق ويؤلف بين قلوب المسلمين يا رب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.